بعمليات دهم وتفتيش في مدينته، تعثرت قوات جهاز مكافحة الإرهاب على المركز الإعلامي الرئيس لمسلحي داعش في أحد المنازل، ويحتوي على مخزن لرايات داعش ومختلف معدات التصوير وإذاعة للبث المحلي وآلاف البطاقات التعريفية الخاصة بهم وطابعات متنوعة ومركز للإنترنت استخدمها التنظيم أثناء سيطرته على المدينة. أجهزة اتصالات، أجهزة تصوير، استوديو الدوبلاج، يحتوي هذا الاستوديو على أجهزة تصوير وطابعات، وبالأضافة إلى العديد من الكاميرات، بالأضافة لتم العثور على طائرة مسيرة بدون طيار. وثائق هوية. نعم تم العثور على العديد من الوثائق والمستمسكات التابعة لهذا التنظيم. وبعد التدقيق تم العثور على ملفات مهمة تضم أسماء المنتمين لداعش والقادمين من مختلف المناطق والبلدان المجاورة، وسجلات للأسلحة والآليات التي يستخدمها التنظيم في المدينة، فضلا عن مختلف الوثائق والكتب الإعلامية الخاصة بالمسلحين. البريد الوارد مالتهم، الواردات، الصادرات، صرفيات الرواتب، الفلوس، السيارات اللي يصرفوها، او اللي مخالف مثلا شلون يعاقبوه من ولايه سوريا ولا من الانبار ولا من الموصل، فكلها هنا موجودات عندنا، وان شاء الله كلنا راح ناخذهم، احنا نعطيهم للاستخبارات مالتنا ان شاء الله، وراح نجي نجري التحقيق. يعني مثل ما تشوف هاي الكاميرات مالتهم، هم جوا خير من الله، لقيناهم الصور مالتهم مستنداتهم اوراقهم. وتواصل شعبة استخبارات جهاز مكافحة الإرهاب التحقيق مع المئات من أبناء هيت والتعرف على العديد من المتورطين مع داعش، سيما بعد إدلاء العوائل بمعلومات عن الكثير من المتورطين. تم إلقاء القبض على بعض الأشخاص وتم حالتهم إلى الجهات المختصة لإنال جزاهم العادل. أغلب العوائل قامت بعملية إعطاء المعلومات ومساعدة القوات الأمنية لإلقاء القبض على الأشخاص الذين قاموا بالانجراف مع النازحين، بغية إلقاء القبض عليهم وحالتهم للمحاكم المختصة. عمر العبيدي، الحرة.